نوفمبر والقمة انطلقت بين النادي البنزرتي والنادي الافريقي والمخالفة وراء الكرة ديما من النادي البنزرتي احمد الحران والحضري والتوستيد والهدف الهدف الاول للنادي الرياضي البنزرتي. ممتازة العملية ممتازة التسديدة من جانب نور حضرية 1-0 لصالح نادي الرياضي البنزرتي في 25 دقيقة أولى من الشوط الأول. ممتازة مباغة الكرة وممتازة جدا ثم لاعب بركة من جانب نادي البنزرتي أمام الكرة اللي هو بيجي يرفع الكرة زهير ذوادي مقاوسة والهدف هدف التعادل هدف التعادل عن طريق محمد علي يعقوبي رقم 26 محمد علي يعقوبي يعدل لصالح النادي الافريقي. هدف ياتي عن طريق كره ثابته كره مقوسه من جانب سوير ذواتي ومحمد علي يعقوبي وغالط فاروق بن وصفه 1-1 بين النادي الافريقي والنادي الرياضي البنزرتي والمدارج مدارج الملعب الاولمبي بالمنزه تشجيع كبير من جانب جماهير النادي الافريقي لفريقها بعد تسجيل هدف التعادل الاخير. النادي البنزرتي قاعد يلعب في 4-2-3-1 نور حضريه صنع العاب